ننتقل إلى أبها ومراسلنا عبد الرحمن السمير وبينقل لنا وعي المجتمع وأيضا الشارع في منطقة عسير تجاه الوقاية من فيروس كورونا ومدى الانضباط بأساليب الوقاية. عبد الرحمن صباح الخير ويا أهلا وسهلا. صباحك سعادة عبد الرحمن. صباح الخير عبد الإله وصباح الخير سارة وصباح الخير أيضا لمشاهدينا الكرام. كما ذكرتم نحن الآن في أكثر المناطق في منطقة عسير زيارة من قبل الزوار وأهالي منطقة عسير، خاصة وأنها تعود لأكثر من 200 عام. بالتأكيد نحن الآن متواجدون في ساحة المفتاح، هذه الساحة القديمة جدا والتي تعتبر مزارا لعدد كبير يوميا من قبل الزوار، سواء على مستوى هذا الفصل أو حتى على فصل الصيف وغيره. الجدير بالذكر أن وعي المجتمع ووعي أهالي منطقة عسير وأهالي المملكة عامة تجاه عدم التواجد في مثل هذه المناطق للوقاية من فيروس كورونا هو السبب الأول لوجودنا هنا لتغطية هذا المكان الذي كان يزدحم دائما بالزوار. الآن كما ترون هذه المنطقة هي منطقة خالية تماما من الزوار، لا يوجد فيها إلا كاميرا الإخبارية متواجدة فيها الآن. أستضيف معي الدكتور ظافر الحماد وهو دكتور علوم التربية في جامعة الملك خالد، حياك الله دكتور. ودي نتحدث عن هذا الموضوع من جانب التربية أو معلوم التربية، كيف نفسر وعي المجتمع اللي قاعدين نشوفه الآن؟ والله هذه ليست قليلة. أولا أحييكم، أحيي الإخبارية وأحيي الزملاء في الاستوديو وأشكركم على هذه اللقاءات التوعوية للوطن وللمجتمع اللي أكد فيها مثل هذه الأزمة ومثل هذا الحدث، أنه يعني كل الجميع يعبرون عن ولائهم وانتمائهم وترابطهم، ما هي غريبة علينا. أولا يعني كمجتمع مسلم احنا قدوة للعالم كله أنه يكون الجميع يلتزمون بتعليمات. إذا كان أنه حصل الأمر إلى أنه المسجد الحرام والعمرة والمساجد وهذا، فمن باب أولى أن يلتزم الناس ويفهموا. والله الحمد أحداث كثيرة أثبتت أن المواطن في هذه البلاد الطيبة المباركة في المملكة العربية السعودية يؤكد ولاءه وانتماءه وسمعه وطاعته لكل ما، وأيضا وعيهم. الحقيقة عندنا وعي ولله الحمد. الآن يعني أحيانا يخرج بعض الشذوذ أحيانا من بعض الشخصيات من بعض الشباب، هذا يوجد في كل مكان، لكن ما نراه الآن حتى في شوارع أبها ويعني التزام الناس، وهذا ليس غريب. فأولا نحن انتماءنا لهذا الدين العظيم الذي يؤكد على أننا يعني عندما نلتزم بهذه التعليمات إنما نتقدم طاعة لله وليس فقط أنه أوامر من ولي الأمر وكذا، فهذا شيء يعني. ولكن هذا أولا ينتمي الإنسان لدينه، وهذا الأمر عبادة نعبد الله بها، أننا نطيع الله عز وجل في هذا الأمر. الشيء الآخر طاعة ولي الأمر، وأطيع الله ورسوله وأولي الأمر منكم، هذا أمر ويلتزم الوجوب، يعني ليس يعني أسوي ولا ما أسوي، الحدث يستلزم أننا نلتزم. الآن ما ذهبت المسجد أبنائي بيتي، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك، ويعني يعني هذه الأشياء تجي يعني ليسعك بيتك ويعني أمسك عليك لسانك منعا للشائعات الكلام اللي ما منه داعي، هي فرصة للمراجعة الأوقات هذه. وبارك الله فيكم. جميل دكتور، سؤالي الآخر على عجلة. بالتأكيد الآن حصلت مدينة جدة على المركز الأول ولله الحمد في مجال الوقاية والوعي، كيف ممكن نوعي الفئة القليلة في منطقة عسير وحتى على مستوى المملكة بأن يتبعوا هذه الوقاية؟ والله أولا أنه يعلم أنه هذه يعني أمر الله وأمر رسوله وأمر ولاة الأمر يقتضي الوجوب، ما لنا خيار من ذلك. يعلم أن مخالفة لهذا الأمر عصيان لله عز وجل وإثم عليه، عندما لأنه لا الضرر ليس ضرره لذاته، مع أننا إحنا نحرص عليه والدولة تحرص عليه والمسؤولين وكل من يشترك الآن وسائل الإعلام وما تقوم بالإخبارية الآن والزملاء، كل هؤلاء يقولون حافظ على صحتك، حافظ على بيتك، حافظ على مجتمعك. ما ينضع من أموال هائلة وكبيرة جدا تؤكد على أننا يجب أننا نلتزم وجوبا وليس لنا خيار في ذلك. ظافر الحماد الله يعطيك العافية وسعيدين بظهورك على شاشة الأخبار. جزاكم الله خير وبارك الله في الجميع، شكرا لكم جميعا. إذا زملائي كما ذكرت لكم أن هذه المنطقة الآن هي منطقة خالية جدا من الزوار، وهذا أيضا إذا دل على شيء دل على وعي المجتمع في منطقة عسير وحتى على مستوى المملكة. أخيرا نعم. اسمحوا لي بأن أقول لكم قصة مفادها شعب ووطن وقيادة، تعاونوا وتلاحموا ليكونوا قوة رادعة وليعيدوا المياه إلى مجاريها، والآن حان الوقت لنكون سويا أبطالا لهذه القصة.
فهيا بنا. يعطيك العافية عبد الرحمن سمير، كنت معنا من أبها. شكرا عبد الرحمن.